اهلا وسهلا بحضراتكم ساده مشاهدي ومتابعي تلفزيون السابع في لقاء متجدد عقب انتهاء مباراه الاهلي وايستر كومباني والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون اهداف. طبعا هي المباراه صعبه وتاتي صعوبه المباراه لان طبعا ايستر كومباني دخل المباراه كابتن علاء عبد العال ولاعيبته بطموح الحصول على نقاط المباراه الثلاثه في محاوله للهروب من شبح الهبوط والنجاة ومن صراع الهبوط الذي يهدد فريق إيستر كومباني. والنادي الأهلي طبعا يسعى للحصول على نقاط المباراة الثلاثة في مشوار المنافسة على القمة، ولكن طبعا تحقق للكابتن علاء عبد العال ما أراد، واستطاع هو ولاعبيه اقتناص نقطة ثمينة من النادي الأهلي، أعتقد هتفرق معاه كتير جدا 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 في محاولة البقاء في دور الأضواء والشهرة والملايين. النهارده أدار اللقاء محمد الصباحي، واحد من أصحاب الخبرات وطاقم كله درجة أولى. تاني يعني عايز أقول إن لجنة الحكام ما زالت بتحاول إنها تحسن الاختيار في بعض المباريات نظرا لأهميتها، وبالتالي كان النهارده محمد الصباحي موجود في الميعاد ومعاه احمد نوفل وعمر فتحي اثنين مساعدين، بينما تولى مهام الحكم الرابع عمرو عايد برضو واحد من اصحاب الخبرات، وكان في كابينه الفار في الفي ار مصطفى الشهدي وهاني خيري. مصطفى الشهدي واحد من حكام الواعدين اللي بينتظره ان شاء الله مستقبل طيب، وهاني خيري واحد من المساعدين اصحاب الخبرات. محمد الصباحي والفار ضربوا موعدا في الدقيقه 81 من عمر اللقاء على اهم حاله وعلى اهم قرار في المباراه، هنستعرضه مع حضراتكم. بس الاول نقول النهارده محمد الصباحي اداؤه. محمد الصباحي انا شايف النهارده رغم ان هو تدخل بالصفيره واحتسب 28 مخالفه، الا انه محمد الصباحي لم يكن في حالته المعتاد. في بعض المخالفات محمد الصباحي سمح بيها باستمرار اللعب، وانتظرنا ان هو اعتقدنا ان هو بيطبق مبدا تحت الفرصه، ودي حاجه جيده، ثم المفروض يعود ويحتسب المخالفه، ولو كانت تستحق بطاقه صفراء يشرب بطاقه صفراء، الا انه محمد الصباحي النهارده في اكثر من مخالفه نختلف مع محمد الصباحي فيها. لجانب محمد الصباحي بدنيا كان اغلب فترات المباراه كان بعيد عن الكره، ويمكن ده اتضح تماما في الدقيقه 81، لان لما صفر على المخالفه لصالح حسام حسن مهاجم النادي الاهلي على محمد صالح لاعب إيستر كومباني، كان محمد الصباحي تقريبا بينه وبين اللعبه 80 على الاقل 30 ياردة، لكن خد هو المكان من خلال الكوميونيكيشن سيستم والتواصل مع احمد نوف المساعد الاول اللي كان متمركز بشكل جيد، وده دي واحده من مهام المساعد، واعتقد برضو كان في تواصل من خلال الفار، وهنشرح ايه اللي حصل بين الفار وبين محمد الصباحي والقرار الفني والاداري تمام لهذه المخالفه طبقا للقانون. في كثير من لقاءاتي بحضراتكم في منبر اليوم السابع قلت ان مفيش حاجه اسمها وجهه نظر، في قانون بيطبق ومن خلال القانون وتطبيقه بنقدر نقول المخالف، بنقدر نقول القرارات التحكيميه ايجابياتها وسلبياتها. برضو في لقاء سابق قلت لحضراتكم ان الوقت الضايع جزء من المباراه، المباراه 90 دقيقه 45 دقيقه على كل على 90 دقيقه على شوطين على شوطين 45 دقيقه في كل شوط، الوقت الضايع جزء من المباراه، فلا بد ان يكون هناك دقه في متناهيه في احتساب الوقت الضايع، لان ده حق الفرقتين وده دور الحكم في تقدير الوقت الضايع بالتعاون مع طاقم الحكام مساعدينه، ممكن يتدخلوا من خلال الكوميونيكيشن سيستم سواء الحكم الرابع او حكم الساحه اسف او 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 المساعدين. لكن انا شايف يعني النهارده محمد الصباحي احتسب دقيقه واحده وقت بدل ضايع في الشوط الاول، وكان الوقت لا يقل عن 3 دقائق في الشوط الاول، ولكنه احتسب دقيقه واحده وقت بدل ضايع. اعتقد انا مش عايز اقول ان اعتقادا منه ان الشوط الاول 0-0، لا انا برضو عايز اقول ان الوقت الضايع
ملوش علاقه لا بنتيجه المباراه ولا بالفريقين ولا ملوش علاقه. ده القانون بينص على ان الحكم هو المنوط باحتساب الوقت الضايع وتقديره بالتعاون مع طاقم الحكام. يعني لازم يكون في دقه يا جماعه، لان ده احنا بنقول المسابقه في الاسابيع الاخيره، فبالتالي القرار الفني والقرار الاداري اللي فيه جدل ده قرار اداري وفي جدل، فاعتقد هيأثر بشكل كبير. ده قرار اداري ان انا النهارده لما يكون في 3 دقايق وقت ضايع او من 3 ل 4 دقايق واحتسب دقيقه، ولما يكون الشوط الثاني، لما هستعرض مع حضراتكم الشوط الثاني عندنا توقفات من الدقيقه 81 للدقيقه 84 في المخالفه بتاعت محمد صالح اللي هو اشهر فيها البطاقه الحمراء للاعب إيستر كومباني واحتسب مخالفه خارج منطقه الجزاء. طبعا تم استدعاء من الفي ار لمحمد الصباحي لشاشه المراجعه، وده استغرق وقت، وتنفيذ اللعبه استغرق وقت فتقريبا 3 دقائق. حارس مرمى إيستر كومباني تمام تم علاجه داخل الملعب، وده حق اصيل لحارس المرمى، استغرق تقريبا من دقيقتين لدقيقتين ونص. وعندنا استبدالات خمس استبدالات للفريق لكل فريق، فبالتالي كان الوقت الضايع في الشوط الثاني لا يقل عن 8 دقائق. واذا به نفاجئ ان محمد الصباحي ان عمرو عايد بيرفع لوحه الوقت الضايع ويشير باربع دقائق وقت بدل ضايع، خمس دقائق عذرا، خمس دقائق وقت بدل ضايع. وطبعا ده قرار ده قرار محمد الصباحي، لكن الوقت الضايع كان لا يقل عن 8 دقائق. الزملاء في التلفزيون جايبين مشهد انا شايفه بتكرر كتير قوي في الفتره الاخيره. عايز اقول لحضراتكم ان التزام اللاعبين داخل المستطيل الاخضر في الجولات السابقه كان يعني بصراحه بنشيد به، ولكن اصبح الان الازمه الكبيره في ملاعبنا هي الاجهزه الفنيه ودقه البدلاء. النهارده الراجل ريكاردو سوارش مدرب النادي الاهلي اعترض على قرارات تحكيم وحوار بينه وبين عمرو عايد، وكانت النتيجه ان بين الشوطين اشهر له محمد الصباحي البطاقه الصفراء في قرار انا شايفه من افضل قرارات الصباحي النهارده في المباراه. يمكن نختلف مع الصباحي في بعض القرارات الفنيه او الاداريه، لان ده من افضل القرارات النهارده في المباراه. وبرده بعد المباراه تجمع برده سوارش ريكاردو برضه راح لمحمد الصباحي هو وكابتن سيد عبد الحفيظ والمترجم، ووقفوا برضه مع محمد الصباحي داخل ارض الملعب في مشهد ما ينفعش، لا يليق لا بملاعبنا ولا بالدوري بتاعنا ولا برياده مصر سواء افريقيا او عربيا. نعود للمخالفه اللي هي الاكثر يعني جدلا في المباراه. في الدقيقه 81 محمد الصباحي احتسب مخالفه كان بعيد جدا وخد وقت طويل. محمد الصباحي قلت لحضراتكم 30 يارده كان بعيد جدا عن اللعبه وصفر احتسب المخالفه، وانا اعتقد ان هو ما كانش عارف هي بره ولا جوه غير لما وصل وحصل تواصل من خلال الكوميونيكيشن سيستم مع احمد نوفل. طبعا احمد نوفل المساعد الاول واحد من المساعدين المتميزين في الدوري الممتاز، عامل موسم طيب هو وعمر فتحي النهارده الاثنين المساعدين. ولما وصل احتسبها مخالفه من خارج منطقه الجزاء واشهر البطاقه الحمراء. نرجع للقانون سريعا، البطاقه الحمراء لمحمد صلاح. القانون بيقول ان انا عندي اربع معايير، اذا توفرت الاربع معايير للفرصه المحققه تمام اذا اختل احد المعايير خرجت الفرصه المحققه من فرصه محققه لمنع هجوم واعد. او هما الاربع معايير طبقا للقانون: المسافه بين المخالفه والمرمى، نمرة واحد. نمرة اتنين: الاتجاه العام اللي هو المواجهة بين القائمين وتحت العرض، يكون مواجه للمرمى تماما، ما يكونش في ايه، في اقصى اليمين او اقصى الشمال. التالتة: السيطرة المستقبلية، اللعيب مسيطر على الكرة، سيطرة مستقبلية. لو احنا مشينا مع بعض وقلنا ان الاتجاه العام يمكن يكون في ميل اقصى يمين مدافع مهاجم النادي الاهلي، واقصى شمال على شمال هيبقى على شمال مدافع إيستر كومباني، فهنقول ان الاتجاه العام هنوافق على الاتجاه العام اوكي، وهنوافق على المسافه بين المرمى لانها كانت خارج منطقه الجزاء مباشره. الثالثه: السيطره المستقبليه، فعلا حسام حسن مسيطر على الكره تماما وكره قدامه مسيطر عليه. الرابعه بقى اللي احنا عايزين نتكلم عليها: عدد المدافعين. كان هناك مدافع
يمكن ان يصل لحسام حسن ويحصل حسام حسن تمام في اللعبه دي. طبعا في مدافع تاني اللي هو محمد صالح كان هو اللي عمل الشد وعمل المسك وعمل المسك. طب هو طبعا هو ده. في واحد تاني على شمال مدافع إيستر كامبي كان قريب، يعني ما كانش محمد صالح مع حسام حسن، ما كانش هو محمد صالح هو الوحيد بس، لا كان لو فتح سبرينت هيوصل له، يعني في احتمال ان هو يوصل له. ما دام في احتمال ان هو يوصل له تمام، يبقى على طول هنا سقط احد معايير الفرصه المحققه، وبالتالي كان لا يجب طرد محمد صالح. مش انا اللي بقول، وقلت لحضراتكم مرارا وتكرارا وساظل اذكر لحضراتكم هذا تمام. مفيش حاجه اسمها وجهه نظر، في حاجه اسمها القانون بيقول. ويمكن الصوره الزميل احمد العاصي تمام مشكورا، وزميلنا الاستاذ رامي نواره جايبين هم الـ 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 الصوره بتاعه الراجل اهي. بصوا حضراتكم اوكي، محمد سابق هو واخد خطوه بينه وبين حسام حسن، بينه ومحمد صالح خطوه او يرضى، وبالتالي هو الراجل الثاني جاي بناحيه الشمال ممكن يلحقه. فرصه ان يلحقه دي فرصه موجوده، لكن هو المسك خارج منطقه الجزاء او الشد، لان برضو القانون بيقول تمام خارج منطقه الجزاء بتبقى اذا حصل بتبقى بطاقه حمراء وركله حره غير مباشره. وخلي بال حضراتكم لو المسك او الشد ده داخل منطقه الجزاء هتبقى ركله جزاء لو فيها فرصه محققه، وهتبقى بطاقه حمراء، لان كل ما هو في تنافس داخل منطقه الجزاء بتنزل العقوبه من البطاقه الحمراء الى البطاقه الصفراء طبقا للقانون. ولكن النهارده نقف بقى عند حاجه مهمه جدا. فوجئنا كلنا حضراتكم بعد ما اشهر محمد الصباحي البطاقه الحمراء في وجه لاعب إيستر كومباني، ولازم اقف عند هذا اللاعب وعند سلوك اللاعبين الجهاز الفني واللاعبين بتوع إيستر كومباني. معظمهم بصراحه كان في نوع من الالتزام والطاعه حتى الاجهزه الفنيه، حتى لو كان في انفعال وقتي مع بس كان في طاعه. الراجل خرج بمنتهى الهدوء، واحنا ده اللي احنا محتاجين نشوفه في ملاعبنا. يمكن يكون احمد تمساح انفعل عند تنفيذ الركله، وطبعا غريبه ان احمد تمساح واحد من يعني انا شايفه واحد من اصحاب الخبرات، واعتراضه على محمد الصباحي كان اعتراض غير لائق، كان لازم يشهر له محمد الصباحي البطاقه الصفراء. بقول لحضراتكم فوجئنا باستدعاء الفي ار لمحمد الصباحي. هنا بقى نقف عند الفي ار. بروتوكول بيقول إذا كنت لديك صورة مختلفة، وزاوية رؤية مختلفة عن الزاوية أو الزاوية التي احتسب منها الحكم المخالفة، وبالتالي هيكون هناك تمام احتمالية أن يكون القرار مختلف. القرار مش بتاع الفار، القرار بتاع الحكم الساحة. طيب إذا كان لديك زاوية رؤية مختلفة وبالتالي صورة مختلفة 100% عن الزاوية والمكان واللي احتسب منه محمد الصباحي الحكم المخالفة استدعيه، لكن لو انت ما عندكش يبقى كونفيرم على القرار، تقول له اوكي على القرار من خلال الكوميونيكيشن سيستم. استدعائه معنى كده ان هو قال له انا متاكد، طب متاكد ان هو قال له انها ركله جزاء. حاجه من الاثنين، يا اما قال له انها ركله جزاء وكره داخل منطقه الجزاء، لان الشد بدا من بره وفعلا بدا من بره وفضل مستمر يمكن لغايه ما دخل، لكن بدايه المخالفه كانت من خارج منطقه الجزاء، وبالتالي تطبيق جيد من محمد الصباحي في بدايه المخالفه. وممكن يكون كمان قال له ان هي اللعبه تمام ممكن لا ترتقي الى البطاقه الحمراء، يعني لا ترتقي الى البطاقه الحمراء. انا طبعا دي كلها استنتاج بستنتج، لكن ما عنديش يقين هو ايه الحوار اللي دار بين محمد الصباحي وبين مصطفى الشهدي، ويعني يمكن يكون هو مصطفى الشهدي واحد من حكام الواعدين، لكن ما عنديش يقين بالحوار. لكن الصباحي رجع بعد ما استمر موجود في شاشه المراجعه لمده تقريبا دقيقتين و20 ثانية. رجع الصباحي وأصر على قراره بطاقة حمراء وركلة حرة وركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء. لكن تاني بقول لحضراتكم المعيار الرابع لم يكن متوفرا. السيطرة المستقبلية موجودة، الاتجاه المرمى موجود، المسافة اتجاه المواجهة موجود، هعتبره موجود رغم ان كان في ميل بنسبة
بنسبه يعني بنسبه ضئيله، والمسافه موجوده والسيطره المستقبليه موجوده، لكن تمام موقف وعدد المدافعين طبقا للقانون، انا شايف ان كان في مدافع كان عنده فرصه انه يلحق بحسام حسن، وبالتالي العقوبه هتنزل من بطاقه صفراء، بطاقه حمراء الى بطاقه صفراء وركله حره مباشره. ولكن في النهايه هو قرار الحكم، لكن انا بقول ده نص القانون اللي انا بقوله لحضراتكم، انا ما بقولش وجهه نظري. طبعا في انذار لمدرب النادي الاهلي انا طبعا موافق عليه، وطبعا شايف ان محمد الصباحي كان محق فيه. عندنا بطاقتين صفراء، احمد عبد الموجود واحمد حمزه من استر كومباني، مقابل انذار وحيد لرامي ربيعه في الوقت اللي هو تغاضى عن انذارين مستحقين للتهور، تمام، لمحمود متولي لاعب النادي الاهلي، وصابر الشيمي. الاثنين دول كانوا في الشوط الاول كانوا فعلا لابد ان يكون هناك انذار لمحمود متولي للتهور لاعب النادي الاهلي، وصابر الشيمي لاعب استر كومباني. محمد الصباح النهارده انا شايفه يعني مستواه الفني طوال الموسم افضل من كده، شايفه عنده اداء وعنده تحكيم افضل من كده. عايز اقف عند الحكم الرابع، تحمل كثيرا جدا من اعتراض الاجهزه الفنيه، خاصه الجهاز الفني للنادي الاهلي، وتعامل معاهم بهدوء، وحاول ان هو ما يحل المشكله خارج الخطوط حتى لا يزعج، تمام، وما يعملش حاله من القلق لمحمد الصباحي داخل المستطيل الاخضر، وده اللي عمله فعلا عمرو عايد. تقريبا احنا لعبنا 5 دقايق الشوط الثاني ودقيقه في الشوط الاولاني، 96 دقيقه انا شايفه كان موجود على الخط ما بين الدكتين، وده دور الحكم الرابع فعلا طبقا للقانون. الصباحي النهارده لا انا لو كان موفق في هذا القرار، اعتقد ان الصباحي عنده تحكيم افضل من كده. زي ما اقف عند الاثنين المساعدين، في جماعه 6 حالات تسلل، انا شايف ان احمد نوفل وعمر فتحي كانوا موجودين في الميعاد، حتى احمد نوفل في 2 حالتين تسلل فيهم هو نفذ البروتوكول وعمل الديلي طبقا للبروتوكول، وبعد كده اشار بتسلل في تسلل، وفي تسلل تاني برضو عند عمرو عايد وتسلل عند احمد نوفل، بس المسافه كانت كبيره وكان واضح ما كانش محتاج فيه الديلي، فاشار على تسلل. النهارده الاثنين المساعدين كانوا موجودين في الميعاد في اكتر من حاله مؤثره، وسمحوا باستمرار اللعب في اكتر من هجمه مؤثره. لازم اقف عند المخالفه بتاعت الدقيقه 81، ان تمركز احمد نوفل كان تمركز رائع، لانه كان فعلا لما رجعنا الفيديو بتاع اللعبه لقينا ان احمد نوفل كان فعلا موجود في مكان مناسب جدا وامام المخالفه مباشره، ودي حاجه كويسه. عايز اتكلم بقى على اختيارات الحكام. كلاتنبرج خبير الانجليزي اللي تولى المسؤوليه، لابد ان يكون هناك دعم ومسانده لكلاتنبرج. الدعم والمسانده، مش ان انا اطلع اقول انا بدعم وبساند كلاتنبرج في على منصات السوشيال ميديا او في الاعلام، لا، لازم يكون مسانده حقيقيه، لان ده مش مسانده لكلاتنبرج، دي مسانده للتحكيم. النهارده لو هذا الرجل لو نجح، اعتقد هيبقى التحكيم هو هينجح، لو نجح هيعود على التحكيم، لو نجح هيعود على الشباب الواعد والكوادر الواعده، تمام، وصغار السن اللي احنا بنتمنى ان هم يتم الدفع بيهم. لكن اللي موجود النهارده والتعيينات الحاليه من لحظه ما تواجد كلاتنبرج من الجوله 30 حتى نهايه الموسم، هو يكتفي بالمشاهده فقط. هو اللي بيعين هو اللجنه الموجوده، محمد فاروق، تامر دري، واحمد ابو العيله، وايمن دجيش، ومجد رزق، هي اللجنه الموجوده هي اللي بتعين، هو بيكتفي بالمشاهده. هو هيتدخل من بدايه الموسم، واعتقد ان هو بيعمل اعداد للموسم، وجبلايه وافقت له النهارده على انه معسكر ل 40 حكم، ل 40 حكم ان شاء الله. اعتقد ان ال 40 حكم دول برضه هيتم اختيارهم بالتعاون مع اللجنه، لكن هو الراجل لسه ما بصماته ما ظهرتش، ومحتاجين ان شاء الله الفتره اللي جايه يكون في دعم ومسانده ليه من كل رموز التحكيم، من كل حكام مصر سواء العاملين او المتقاعدين، علشان التحكيم، عشان النهوض بالتحكيم، مش عشان كلاتنبرج، لا، عشان النهوض بالتحكيم.
بتمنى ان احنا نكون وفينا النهارده كل الحالات التحكيميه في مباراه الاهلي واستر كومباني. بشكر حضراتكم على طيب المتابعه، والى ان القاكم في مباراه قادمه لكم مني اطيب تمنياتي وارق تحياتي.